الو، دي واحد عادي بيه المحامي على التليفون. صباح الخير عادل بيه. عزام، في اخبار وحشه علشانك. اخبار ايه؟ الباشا الكبير اجتمع مع العيال الصيعه عنده في المزرعه النهارده. اجتمع بيهم وكان عايز منهم ايه؟ معرفش. مش عارف يعني ايه يا عادل بيه. هو حضرتك ما كنتش حاضر الاجتماع ولا ايه؟ لا، لكن اللي حسيته ان الباشا كان بيخطط لحاجه مع العيال دي مش عايز حد يعرفها. طب وانا وعنتر؟ اعتقد ان انت وعنتر هيركنكم على الرف مؤقتا. يركننا على الرف يعني ايه؟ يركننا على الرف ويركب العيال دي على كتافنا؟ ده يبقى فيها موتهم. انا قلت ابلغك علشان تلحق تتصرف. خلي بالك ان مباحث المخدرات بتشمشم وراك انت وعنتر، فلو حبيت تتصرف اتصرف بحذر عشان ما تعملش حاجة تحصل رشوة. مع السلامة يا عزام. مع السلامة يا عدلي بيه. ايوه عنتر، انا عزام، انا عايز اقابلك فورا. ايه رايك في الكلام اللي انت سمعته النهارده يا حلو؟ واضح ان البلاغ بتاع ابو صلاح جاب نتيجه حلوه قوي. انا ما بتكلمش عن البلاغ، انا بتكلم عن كلام الباشا اننا نخلص منه. وماله يا جدع؟ هو ده لازم عشان الكيكه تطلع معانا في العالي، مش ده اللي كنا بنحلم بيه يا زين؟ هي وصلت للقتل يا حربي. قتل؟ انت ما بتردش عليا ليه؟ عشان مش كنت عايز تروح لدعاء؟ نروح لدعاء الاول بعد كده نكمل كلامنا. زين ليه يا حربي؟ ما كان لازم يعرف يا دنيا. اعرف ايه يا حربي؟ ايه اللي حصل؟ فين دعاء؟ نايمة في الأوضة جوه. يا زين عشان خاطري، ده انا صدقت انها نامت. مين اللي عامل فيها كده؟ مين؟ زين تعالى بره انا افهمك على كل حاجه. يلا يا زين. يلا يا زين والنبي. يلا يلا تعالى. ما هو اول امبارح لما دعاء راحت لعزام عشان تقول له ان هي خلاص مش عايزه تشتغل في الكباريه، قال لها انها تعدي عليه تاني يوم اللي هو يعني امبارح عشان تاخد بقيه حسابها ومكافاه نهايه الخدمه. انا رحت معاها الكباريه وعرفت وانا هناك انه بره يعدي عليها عشان يقول لها ان عزام يعني قال لها ان عزام مستناها عنده في المكتب عشان يحاسبها يعني. وهناك بدل ما يحاسبها ضربها وبهدلها وخلى بره يرميها في الشارع. دنيا اول ما عرفت راحت جري جابتها وجت على البيت هنا واتصلت بيا. الكلام ده كله حصل بعد ما وصلتك على العشاء. جيت انا على هنا جري وخدناها ورحنا على المستشفى. بس الحمد لله يعني الدكاتره عملوا الواجب وقالوا ان قدامها يومين ثلاثه كده وتبقى كويسه ان شاء الله. رايح لفين؟ رايح اخلص عليه هو والكلب بتاعه. هنخلص عليهم يا زين. وحياتك لنخلص عليهم بس بالهداوه. ولا نسيت الكلام اللي اتقال النهارده؟ وانت فكرك هيجي لي قلب استنى يا حربي؟ مش هنستنى كتير. اهدى والنبي يا زين، بلاش تودي نفسك في داهيه والنبي. ما هو انت السبب في كل اللي حصل لها ده. لما كنتش بوسختك قعدت تزني على ودانها، ما كنتش رميتها له لقمه طريه في بوقه. بس هو اللي خلق الخلق. انا لولا عامل اعتبار لحربي كنت خلصت عليك دلوقتي حالا ودفنتك مطرحك. وما كانش في حد هيحوشني عنك يا دنيا. اهدى يا زين وخلينا نفكر بالعقل. ما بقاش فيها عقل يا صاحبي.
ما بقاش فيها عقل خلاص. اهدى يا زين بقولك. خلينا نشوف هنتصرف ازاي في المصيبه دي. ماشي يا حبيبي، انا اهدى، بس وحياتك يا صاحبي، لو ما خدتش بطرد عائق وبسرعه لكون انا اللي مخلص على العزام ده وبايدي دي يا حربي. سلامتك يا حبيبتي، سلامتك، الف سلامة. دنيا انت كويسة؟ في حاجة وجعاكي؟ عطشانة قوي يا دنيا. حاضر حاضر يا حبيبتي، حاضر عينيا. ايوه ميا. دعاء عاملة ايه دلوقتي يا دعاء؟ بينا يا زين، يلا يلا. خلاص يا حبيبتي، ما تعيطيش يا دعاء، ما تعيطيش. اهو خلاص ماشي، اسمع وعدت. حسبي الله ونعم الوكيل، في اللي كان السبب. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ريتني كنت مت، ما عسليش اللي عسلي يا دنيا. يا ربنا ما تقوليش كده يا دعاء، الله يخليك يا حبيبتي. مش فاهم حاجة، دعاء بتعمل كده ليه؟ البت أعصابها تعبانة يا زين، واللي حصل لها برضه مش قليل. تقوم تصرخ فيا أنا؟ تموت نفسها يا حربي؟ ليه؟ أنا عملت لها إيه؟ أنت ما عملتش حاجة، بس يعني يمكن ما حبتش إن أنت تشوفها وهي مضروبة ومتعورة كده. بتتكسف مني أنا ليه؟ وما تتكسفش منك ليه؟ لا يا زين، أنت حاجة تانية وأنت عارف الكلام ده كويس. عم تعرف عزام الكلب ده عمل معاها كده ليه؟ انت عارف ان عزام ما قير منك من يوم خناقتك معاه في الكباريه. يمكن لما دعاء قالت له ان هي هتسيب الشغل وتتجوزك حب يخلص حقه منك. يوم يعمل كده يا حربي؟ عموما يا زين، اللي حصل ده جه مصلحه. مصلحه؟ ازاي يعني؟ خليها تسيب الكباريه وتبعد عنه خالص. بس انا برضه مش هفوتها له يا حربي. يعني انت معايا في اللي طلبه مننا الباشا الكبير؟ طبعا معاك، من غير حتى الباشا ما يطلب حاجه. بس دعاء ما ينفعش تقعد مع اللي اسمها دنيا دي تاني. لحد كده وكفايه يا حربي، كفايه قوي. دعاء لازم ترجع. ترجع فين؟ ترجع حتتها، منطقتها، بيت ابوها. بيت ابوها؟ هترجعها مع عطيات اللي كانت مورياها الويل وتبيع وتشتري فيها؟ جرايها زين، ولا تكونش ناوي ترجعها تقعد معانا في العشه؟ يا ابني ده هم كام يوم كده لحد ما ادور على مطرح يلمنا ونتجوز. خلاص يا زين، استنى الكام يوم دول وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. ولا ثانيه واحده يا حربي. دعاء لازم تمشي من مكان الزباله ده. والنهارده قبل بكره يا حربي. هتمشي تروح فين بس؟ معرفش يا اخي. هوديها عند المعلمه انشراح. انشراح؟ وانت مين قال لك ان هي هتوافق بقى؟ وايه اللي خليها ما توافقش؟ ست جدعه وب 100 راجل. بعدين بقول لك هما كام يوم وكل حاجه هتتدبر. ماشي يا زين. نعدي على انشراح بقى الاول ونشوف رايها ايه في الموضوع ده. جالك كلام يا سعنتر؟ هم العيال عمالين يتنططوا علينا يا اخويا هم. لسه ان شاء الله بعد كده بقى يقلشونا ويطلعوا على كتافنا. كل دي عشان العيال دول قابلوا الباشا النهارده يعني؟ وهو ده قليل يا عنتر، قليل.
لما الباشا يجتمع بيهم في السر ليه يبقى ناولنا على نيه بنيله بستين نيله؟ انا مش فاهم انت حط العيال دول في عجلك ليه؟ لانهم خطر، بيخططوا لحاجه كبيره من تحت لتحت، عايزين يوصلوا الباشا الكبير باي طريقه، وممكن ساعتها يخلصوا من اي حد عشان يوصلوا له، حتى انت يا عنتر يلي عامل صاحبهم. يا راجل يا راجل، دول عيال غلاب عايزين ياكلوا لقمة عيش. دول عايزين يكوشوا على كل حاجه، عايزين يطلعوا على كتافنا يا عنتر، انما انا بقى مش حاسبهم ومش حاسيب حقي ومش حاسكت خالص. ايه ده يا عزام اللي يحصل لك زي ما حصل لرشوان وحنف؟ فاكر؟ يا سلام، هو اللي حصل لرشوان ده حصل بسبب مين؟ مش بسببهم هم، انما انا لا، مش هيقدروا يوصلوا لي ومش هسكت يا عنتر. بعدين مش فاهم انت هتفضل واقف لي كده زي البروطه، ما تعمل حاجه يا اخي. انا مش همني اللي هي الدول دلوقتي، انا كل همني المباحث بتشمشم ورايا. وانت ليه؟ موضوع المباحث ما يهمنيش، لان اكيد اكيد الباشا الكبير هيعرف يتصرف فيه، ده واصل واصل لفوق قوي. ايوه مطمن طبعا، انت كل شغلتك ايه؟ شويه تليفونات وعدلي ياخد الفلوس، لكن انا اللي بشيل البضاعه عندي في مخازني، انا اللي فوش المدفع اروح في 60 داهيه. يا سيدي ابعد البضاعه دلوقتي مؤقتا في اي حته بعيد عن مخازنك يعني. ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي في وشك ده؟ لا ابدا، اصل الصبح وانا بحلق يعني عورت نفسي. عور نفسك ليه؟ بتحرك بضوافرك ولا ايه؟ يا عنتر في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه يا عم؟ هنعمل ايه مع الواد حرب وزين؟ يا سيدي نخلص الاول من حكايه المباحث دي، وبعدين نقعد مع بعضينا ونشوف هنعملوا ايه. اهلا اهلا يا بهوات، طول ما شرفتوا. بهواتي بس يا معلمه، هي العين تعلى على الحاجب برضه. هو انت واد يا بكاش مش كان معادك تجيلي امبارح بالليل؟ ظروف والله يا معلمه، لخبطت لي الدنيا على الاخر. طب وانا حيلتي ايه غير اني اصدقك؟ وانا اقدر اقول لك انت كذاب؟ لازم اثبت. مالك يا زين واقف كده ليه؟ هو معلمة أصلي بصراحة كنت عايز منك خدمة كده يعني، وعاشم في ربنا كبير انك انت ما تصدنيش. انت عارف يا زين ان انا بعزك اوي، وعمرك ما طلبت مني حاجة قلت لك عليها لا. هو يعني هي الخدمة مش ليا يا معلم، الخدمة لدعاء، دعاء بنت عم نوفل. مالها دعاء؟ اصل دعاء عايزة ترجع للمنطقة تاني يعني. يا زين ما عملت، برافو عليه، بدل عادتها عند البنت اللي اسمها دنيا اللي ماشيه على حل شعرها دي. ايوه بس في مشكله، بس ان يعني دعاء مش عايزه ترجع بقى على بيت ابوها، انت عارفه مرات ابوها شرانيه ولسانها زالف وما بتحبش دعاء يا ابني ما تكمل كلامك على بعضه، ده العيش يقرب يقدر واحنا واقفين جنبك. يعني هو لو يعني لو يعني 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 يا معلمة زين عايز يسألك لو ممكن يعني يجيب دعاء تقعد عندك في البيت كام يوم كده على ما يشوف شقة ويتجوزوا فيها. ربيت عقلك يا زين. يا ابني أنا فاتحة بيتي لأي حد من أهل الحتة يجي ويشرفني ويقعد فوق راسي كمان. بس إيه يا معلمة؟ دعاء أبوه عايش، ربنا يديله الصح. ما ينفعش يعني آخد بنته أقعدها في بيتي وأقفل عليها، يجي يخبط عليا ويقول لي واخده بنتي ليه ويجرسنا. لا لا لا، صح صح يا معلمه كلامك مظبوط، عداك العيب وازح. ده انا هروح اجيب لك موافقته حالا. وانا هروح جري اجيب دعاء واجيبها عندك على البيت. وانا هخلص الشغل هنا في المسبك، هتيجوا تلاقوني مستنياكوا في البيت. ياني. ازيك يا دنيا؟ ازيك يا حربي؟ دعاء عامله ايه دلوقتي؟ لسه زي ما هي. اكلت حاجه؟ دي لا راضية تاكل ولا راضية تشرب، وكل اللي ماسك في لسانها انا عايزة اموت، انا خايفة عليها قوي يا حرب اللي تعمل في نفسها حاجة. طب بقول لك ايه؟ خش اعمل لنا كوبايتين شاي على ما ادخل اتكلم معاها شوية. ماشي. ازيك يا دعاء؟ عاملة ايه؟ دنيا بتقول ان انت لا اكلتي ولا شربتي لحد دلوقتي، ليه كده بس؟ انت اللي بتسال يا حربي؟ انت عارف كل حاجه زين؟ عارف؟ لا ما عارفش، كل اللي عارفه ان عزام ضربك. عارفش حصل ايه تاني؟ لا
لو عارف مش بعيد يقتله ويدخل في السجن ساعتها هبقى انا السبب. انت مالكيش ذنب يا دعاء، انت ما اجرمتيش في حاجه، عزام هو اللي اجرم وهياخد جزاؤه. هبص في وش زين ازاي؟ ازاي حضر فتح عيني في عينه؟ زين بيحبك، بيحبك قوي قوي كمان، وقلبه ابيض، واللي بيحب بيسامح. بيسامح في اي حاجه، اي حاجه الا دي. ربنا بيسامح يا دعاء. بس البني ادمين لا يا حربي، البني ادمين لا. كله هيفوت، كله هيفوت ان شاء الله. كله هيفوت الا دي. هفكرك، هتفكر. انت لسه بتعيط يا دعاء؟ شو يا حربي؟ من يد من عدمها دنيا. وكمان ما شربتش الليمون. سيبيها على راحتها يا دنيا، هي دلوقتي هتقوم كده باذن الله تفوق تشرب الليمون وتروق نفسها وتبقى فل الفل وعال العال ان شاء الله. بقول لك ايه، ما تجيبي الشاي بتاعك وتعالي نشربه بره في الصاله، عايز اتكلم معاكي كلمتين على ما دعاء كده تريح نفسها شويه. انا مش عايزه اسيبها لوحدها. معلش تعالي احنا بره دعاء. انت وحشتيني، عايز تتكلم معايا في ايه؟ انا اخد دعاء من عندك يا دنيا. تاخدها على فين؟ دعاء هترجع الحته بعد اللي حصل ده، ملهاش عاد عندك هنا تاني. لا انا مش فاهمه حاجه، تاخدها على فين قلتلي؟ دعاء في الفتره اللي جايه دي محتاجه اللي يرعاها وياخد باله منها كويس. ومين بقى يا اخويا اللي هيرعاها؟ عطيات اللي مش طايقه خلقتها وبتعملها زي الزفت، ولا عم نوفل اللي بيقدم ولا بيأخر وماشي ورا كلام مراته؟ دعاء مش هتقعد عند ابوها، دعاء هتروح عند المعلمه انشراح معززه مكرمه. ايه؟ انشراح؟ لا كده انا مش فاهمه حاجه. وما تقعدش هنا ليه؟ ولا خلاص انا بقيت كخه يا حربي؟ يا دنيا انت مش فاضيه لها، انت وراك شغلك اللي بترجعي منه اخر الليل وحيلك مهدود، ودعاء ما ينفعش تتساب ولا لحظه لا تعمل في نفسها حاجه. طب خلاص انا مش رايحه الكباريه ده تاني، ولو شفت عزام هقطعه وقرقشه بسناني كمان. لا يا دنيا، لا هتقطعيه ولا هتقرقشيه بسنانك. انا مش فاهمه حاجه يا حربي، ده انت بالناقص يعني تقول لي خديه في الحضن وبوسيه كمان. بالظبط. بعد اللي عمله بنت عمي يا حربي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا بجد انا مش فاهمه حاجه. انا بقول لك انك هتنزلي الكباريه زي كل يوم، ولما تشوفي عزام هتعامليه عادي جدا كان مفيش اي حاجه حصلت. ولو سالك يعني عن دعاء قولي له ان انت رجعت البيت ما لقيتهاش، ولقيتها لمت هدومها ومشيت، الظاهر يعني ان هي راحت قعدت عند ابوها. لا 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 كده انا اتمخولت. انت قصدك ايه؟ انت حصل في عقلك ايه؟ انت مش عايزه تنتقمي من عزام وتدفعيه تمن اللي عمله؟ طبعا طبعا يا حربي. خلاص اسمعي اللي بقولك عليه وتنفذيه بالحرف الواحد.